رسالة إلى حبايب قلبي حامد محمود خضر، سامي عصام الحداد، عاطف عمر فودي. أقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبكم ساكن بأنفاسي، ولا جلست بين الناس أكلمهم إلا وإن سردتكم بين الناس مواقف. عمركم ما كنت أصحاب شقة، لكن طول عمركم بتخدموا الناس. أنتم شباب زي العسل، وربنا يحفظكم يا رب، وأنتم تاج على الراس، وأنتم من الإخوة محسوبين. وأفتخر رحت فيكم وأبعت لكم هذه الرسالة من باب المعزة. وخش هتجيبها.